فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التقليد في الاعتقاد؟ وما معنى ما ورد في الحديث: سمعت الناس يقولون قولا فقلته؟ التقليد لا يجوز في الاعتقاد. المسلم يعتقد بقلبه ويجزم بقلبه، ما هو لأن الناس مجرد أن الناس يعملون هو يعمل، لا، يكون في قلبه إيمان، يكون هو في قلبه إيمان. ولكن لا شك أن العامي ما هم مثل العالم، لكن كلهم لابد من الإيمان في قلوبهم، لابد من أصل الإيمان في قلوبهم، في قلوب العوام وقلوب العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أما اللي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا هو المنافق والعياذ بالله، المنافق والمرتاب الذي ما في قلبه إيمان. أما العامي من الموحدين ففي قلبه إيمان ودين. نعم.